مشاهدينا الكرام، الشك وسوء الظن في الآخرين وفي نواياهم هو الإيحاء النفسي اللي يأتينا من الداخل ويدفعنا لتغيير سلوكنا تجاه الآخرين. وفي الحياة الزوجية إذا دخل الشك خرج الحب من الباب. حنتكلم عن هذه الأسباب ودوافع الإنسان للشك في الآخرين مع المستشارة الأسرية الأستاذة نوال عثمان الزهراني. يسعد لنا مساك أستاذة نوال. أهلين وسهلين أستاذة نوال. أول شيء، إيش السبب اللي خلينا نشك في الآخرين ونسيء الظن فيهم؟ والله شوفي، الأسباب تختلف كثيرة، يعني مختلفة ومتفاوتة. الدوافع وراء الشك قد تكون مرضية، وهذه خلاص يعني يكون في اضطراب ما، يعني يلجأ صاحبه إلى الدكاترة أو الأطباء النفسيين، يعني ممكن يكون لها حلولها العلاجية بالجلسات بالعقار على حسب نوعيته. وممكن تكون نتيجة لصدمات، يعني يكون إنسان مثلا زي اللي نقول دائما يعني بيثق في الآخرين ثقة عمياء، ما بيحط مثلا، احنا ما نقول انه لازم نمشي وما ما نثق يعني او ان نكون حذرين بزيادة، ولكن برضو يعني نحط في اعتباراتنا انه في حدود لأي علاقة في الدنيا، في الصداقة، في الأخوة، حتى في علاقات الشراكة الزوجية يعني. فربما تكون ردات فعل يعني لخبرة سابقة صادمة، وربما تكسر الثقة وتبدأ الشكوك، وربما تكون نوعية تربية في المنزل يعني. يعني هي تعددت الأسباب، خلف كل حالة شك يكون في سبب مختلف. في مثل يقول حرص ولا تخون، أي حرص يعني. لكن هذا يخرج من سوء الظن، يعني أنك تنتبهي أو تكوني حذرة ولكن لا تسيء الظن يعني. طيب هذا طيب ايش نسوي يعني، ايش ايش كيف نتعامل مع الاشخاص اللي هم كثيري الشكك من الناس اللي حولهم؟ والله اذا هي حاله مرضيه طبعا هذه لها اجراءاتها العلاجيه، ولها اذا 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 ممكن يتعالج المريض الشخص اللي اذا المريض ما طلب العلاج او حس بي يعني انه اصبح مشكله لنفسه واللي حواليه، فانت يعني المطلوب منك كمتلقيه لهذه الحاله انك تتجنبي الدخول في جدل او اثباتات. طيب، لكن لو كانت حالة عادية أنت على حسب قربها منك في مساحاتك مدى أهميتها. هل مطلوب منك أنك تتعاملي معها يوميا؟ مرات كثيرة يكون الاجتناب يعني أفضل حل. أيوه. طيب أستاذة نوال، لو جينا نتكلم عن الحياة الزوجية وهي علاقة مقدسة بين الزوج والزوجة، واحدة من الأسباب اللي ممكن تهدم هذا البيت وهذا الكيان هو دخول الشك بين الزوجين. أنت إيش رأيك، إيش تعليقك، ما هو أسباب دخول الشك بين الزوجين؟ شوفي، إذا استثنينا منها الحالات المرضية اللي قلت لك عليها، فيكون الأسباب عادة أن وجود عدم وضوح في منطقة فيها تعتيم، أو في ربما تصرف ما صدر وكان تصرف يعني أثار الريبة والشك، أثار شك الآخر أو حفيظته أو فأصبح يا أنه في ناس يتجاوزونها ويتعامل مع الموقف بسلام ويمر ويعتبرها غلطة، وفي شخصيات أخرى لا، تبقى عالقة في ذهنها وتعلق عليها كل تصرف وتبدأ تبني عليها. وأحيانا كمان الأخطاء، يعني زوجة لما تكون واثقة من زوجها 100% في روحاته في جياته في سفراته، وفجأة تفاجأ بأشياء يعني. إيه شوفي، هو السليم والأصح إنك تكوني واثقة، يعني هي قائمة على علاقة من زي ما تفضلتي وقلتي مقدسة، يعني قائمة على الثقة المتبادلة. يعني إحنا ما يفترض إنه أنا أكون مثلا أحذر مثلا على قولك أحرص ولا أخون في علاقة زوجية، لكن ممكن تكون مع عامة الناس. لكن يعني المطلوب والمفترض إنه في طرف يحترم هذه الثقة ويحترم يعني هذا الرباط المقدس. جميل. طب أستاذة نوال، دائما يقولوا إنه المرأة أكثر شك من الرجل، وخصوصا لما تكون في بيئة صحباتها اللي حوالينا أخواتها يبدأوا يزرعوا فيها هذه الشكوك وتتدمر حياتها. أنت إيش تعليقك على هذا؟ شوفي، أنا أحكي لك، في مجتمعاتنا وفي بيئاتنا ربما المساحات والانطلاقات والأحقيات اللي أخذها الرجل إنه من حقه من حقه من حقه فرضت هذا النوع
بالإضافة إلى عدم ثقة المرأة. يعني التربية الذكورية في المجتمع عند أنه أنت ممكن يكون عندك علاقة عادي، الرجال عادي ما يعيبوا شيء، لكن المرأة ممكن تحاسب على الأدنى من العلاقة. فهمتي علي؟ فهمت. فممكن تكتشف في يوم من الأيام وجود مثل هذه الأشياء. بالإضافة لأنه حسب الشخصية، ممكن تكون شخصية طاوسية، يحب أنه في الأماكن اللي فيها تجمعات ناس أيوة، فهي تبدأ. أضف إلى ذلك أنه مجتمعاتنا دائما بتربي في الأنثى الضعف وعدم الثقة بالذات، تخليها حتى ثقتها تستمدها من اللي حواليها، من شريك حياتها إلى آخره. فهنا تبدأ المشكلة تظهر بشكل يعني أنه أزمة وتتأزم أو تصبح مشكلة تقضي على بناء أسرة أو علاقة زوجية. طب كيف تتعامل مع الناس اللي حواليها؟ يعني لما يبدأوا يزرعوا فيها، عارفة، ويأججوا مشاعر الشك والغيرة سواء من أهل أو لو أنا عندي ثقة في الله ثم في نفسي، بعد كذا تيجي في زوجي وبيتي مهما كان، مهما كان ومهما كان ما أحاول. إحنا عندنا مشكلة أنه ما في حدود، أنه الكل يتدخل في أي علاقة. صح. خلاص أنا أعمل حتى لو كان عنده نوع من المشاكل، أنا المفروض أني أقدر أدير هذه العلاقة يعني في حدود بيتي، وإني ما أستمع للآخرين لا في مواضيع الشك ولا غيرها. ما أنت لما كل حد يفتي لك في حياتك خلاص انتهت، ما أصبحت حياتك ولا أصبحت خصوصية ولا أصبحت شراكة بين اثنين، أصبحت شراكة مجتمعية. جميل. طب أستاذة نوال، خلينا نقول العكس، حسن الظن قديش ممكن يأثر عفواً ويعطينا استقرار نفسي في حياتنا؟ كثير 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 كثير، يعني يعطي استقرار، يعطي راحة، يعطي وفي الأخير أنت ما أنت ندمانة، يعني ما أنت اللي تقول أنا كان عندي حسن ظن. وكلنا نمر بهذه الأشياء مع صديق، مع زوج، مع قريب، أن يكون عندنا حسن ظن. بس ما نأمل أكثر، الأمل دائما في الله. كل ما أملتي أكثر كل ما كانت خيباتك أكثر. دائما أملك في الله، لكن لازم أنت تعيشي هذا الاستقرار والراحة. ودائما عندنا مثل أمهاتنا يقولون وجداتنا، يغافل لك الله، خلاص أنا مرتاحة لي الله. فهمتي علي؟ فهذول ممكن تكون صدمة عليهم أكبر، يعني في حال لا سمح الله صار أي شيء وحش. إذا بقليل من الصبر والرجوع لله وإنه الاكتفاء فيه، إن شاء الله إنه يعني ما يصير شيء. تعدي الأزمة، تعدي هي أي يعني أي كل ما كانت القوة في العلاقة وفي الثقة وفي القوية، كل ما كانت الضربة موجعة. بس اسمها في الأول وفي الأخير ضربة تنتهي، يعني مسألة وقت. طيب أستاذة نوال، خلينا نشوف قديش ممكن يكون سوء الظن شيء صحي. ممكن يكون مع مين؟ مع مين؟ سوء الظن يكون مع ثلاث حالات. في ناس عندهم سوء ظن بالله، ذول اللي ما عندهم ثقة بالقادم، دائما عندهم توجس وخيفة. انت المستقبل بيد الله، لازم انت تتوكلي على الله. او يكون عنده سوء ظن في اللي حواليه، او سوء ظن في الأعداء، او الناس الشريرين، او اللي مو كويسين، او اللي دائما ما عندهم يعني ما تحسي بالأمان معاهم، يعني ما تحسي عندهم أمان للي حواليهم. دائما هم شيء مريب، شيء رمادي، شيء مو واضح، شيء دائما منه مشاكل. فهنا كويس أن يكون عندك عدم حسن ظن فيهم. يعني ومع الأعداء دائما لازم تفترضي أسوأ الاحتمالات إذا كانوا أعدائك. أعداء طبعا مو بالضرورة يعني حتى المنافسين في العمل وما إلى ذلك، ممكن بس الأعداء أشد وضع. يعني ترى حتى سوء الظن هو مو بس فردي أو شخصي، يعني حتى ممكن يكون على مستوى مجتمعات أو مستوى دول. عشان أنت يكون عندك حذر، لازم تعملي حساب كل التفاصيل دي، ويكون عندك بعض الأحيان لا والله سوء ظن في 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 يعني مثلا ناس عندهم مقت لكي أو بوادر أو مؤشرات ظهرت. طيب أستاذة نوال، المشاكل اللي بتصير بين السيدات في مجتمعاتنا البسيطة، يعني لما مثلا تصير مشكلة بين الصحبات في شلة معينة، يقوموا يبدأوا يوجهوا أصابع الاتهام لفلانة وعلانة، ويبدأوا يعملوا كده، عارفة، كلهم يبدأوا يصيروا محققين ويبذلوا جهد ووقت وتفكير وتحليل مين اللي قالت ومين اللي تكلمت ومين اللي سوت، ويبدأوا تبدأ أصابع الاتهام تتوجه لكل واحدة فيهم. هذا الشيء قديش ممكن ينعكس على المجتمع، وإيش أسباب أصلاً إنه يوصل المراحل زي كذا؟ جميل هذا السؤال. حقيقي أيوة، إحنا موجود عندنا هذا الشيء يعني. وهذا يدل على شيء، أنا آسفة إني أقول، هو يدل على الفراغ، ولكن الفراغ الفكري، الخواء. دام أنا ما عندي همة عالية أشتغل عليها ولا مسؤولية ولا عندي هدف، فحنشغل بأي شيء
تافه أو أي شيء أنا ممكن أخلق منه ريبة وهو مش مريب أو ممكن ينتهي بانتهاء الوقت والمكان والزمان، فتلاقينه لا يمط عندنا وتصير عليه قصص وتتبع وبعدين إحنا عندنا نماذج جميلة وأمثلة، يعني القرآن ربى فينا كل ما هو جميل، طلب منا تجنب الظن، طلب مننا تجنب تتبع عورات الناس، طلب يعني أشياء كثيرة هي تنظمنا وتخلينا تخلي همتنا أعلى من سفاسف أمور يعني، والكل إنسان عورة. طب حتى أحيانا أستاذة نوال لما تصير مشكلة مثلا في العمل، لما تصير مثلا يعني دائما بتصير هذه المشكلة وحقيقة، يعني لما تصير مشكلة أو تصير سرقة مثلا حتى في البيوت، لما تصير سرقة تبدأ أصابع الاتهام تتوزع على كل أحد، السواق لا الشغالة لا الجيران لا مش عارف مين، يعني كيف الواحد يجنب نفسه باختصار انه يقع في مثل هذه الامور اللي تنعكس على سلوكه مع الناس اللي حواليه؟ ابدا ما حاقول لك اتجنب انك تكوني في وسط اجتماعي او عائلي او انعزلي، او كوني انت في كل مكان، يعني مو بالضروره اني انا امشي جنب الجدار، هذه مشكله تخص اصحابها سوء الظن، واجتنبوا كثيرا من الظن، ان بعض الظن اثم، دخل البعض في انه الانسان ياثم عشان يدفع يعني القليل منه اثم، فهذا دفع يعني الله يدفع الناس انه تجتنب هذا الشيء، هو داخل في الاثم. ابدا احاول بقدر الامكان، انا احنا مطالبين كلنا، انت ممكن يصير لك نفس الموقف، صح. انا يصير لي كل خلاص ضاع شيء ان شاء الله، يعني ممكن حتى بعد دقائق يلاقوه في اي مكان، اتاخذ خلاص يعني اللي اخذه أمرنا الله. ايوه انا حتى اترفع، مين اخذ يعني الا ما يكون حد عنده مشكلة ما يعني. عجبتني كلمة نترفع عن سوء الظن واتهام الناس، شكرا لك أستاذة نوال مستشارة الأسرية، ويعطيكم العافية، رب حياتكم كلها تفاؤل وحسن ظن إن شاء الله. إن شاء الله جميعا، الله يوفقكم إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، فقرات سيدتي اليوم انتهت، نشوفكم بكرة إن شاء الله في فقرات جديدة وضيوف جدد، دمتم بخير.